أقيم في مسرح البالون بالعجوزة مسرحية الأطفال سمسم ومنة والعصابة الغبية بطولة الفنان محمد الصاوي والطفلة منة عرفة وإخراج عبد المنعم محمد. هو الفكرة ما جاتليش أنا، هو كانت فكرة المخرج عبد المنعم محمد. يعني هو كان يعني يعني هو كان فكرته ان هو يعمل مسرحيه بتتكلم عن يعني مطالب الاطفال وكده، وخصوصا بعد الثوره. دوري انا طلع اسمي منة في المسرحيه. مفروض ان انا بنت دادة في المدرسه، يعني مفروض ان احنا يعني على قد حالنا، ولا غنيه قوي ولا يعني فقار. بس انا يعني دوري ان انا اللي بقول الاطفال بالمطالب بتاعتنا، يعني انا اللي بقول المطالب دي. مثلا في الثوره انا اللي بقود الثوره دي، وبس انا مش عايزه اتكلم عن دوري اكتر من كده. يعني والله الفكره جت من ان انا يعني شفت كتير من الاطفال، حاسس انهم مش بيتربوا بطريقه كويسه، مش طريقه سليمه، لان انا شايف ان الاطفال المفروض يتربوا بطريقه علميه. يعني اي حد بيتجوز بقى اب ومن حقه يقول لابنه ده غلط وده صح. لو لقى ابنه بيكسر لعبه بيضربه، بيحس ان ده حاجه غلط. طب ليه مش يمكن الولد يطلع مخترع؟ هو بيكسر اللعبة شوف في حاجة. فأنا شايف أن تربية الأطفال في مصر محتاجة فعلا أن كل أب وكل أم بيتجوزوا لازم ياخدوا دورة تربية أطفال، علشان نطلع العبقرة العبقرية اللي في قلب الطفل أو المواهب المدفونة بطرق علمية مدروسة. فهذا بنعمله في بنعالجه في المسرحية بشكل درامي مسرحي. عارف عليك المسرحية دي مسرحية هكسة والله العظيم هكسة. سمعت وشي كله بقى خلاص. سمعت. طب استنى كده، قول بقى الشمال ألعب من اليمين واليمين أنيل من الشمال. فما تعرض عليا النص ده وقريته، أنا بصراحة أعجبت بيه لدرجة إن أنا طمعت إن أنا أمثل فيه يعني وكده هوت. وما عرفت إن هبقى فيه منة موجودة معانا وكده هوت، يمكن ده شجعني أكتر. منة محبوبة نسبة كبيرة جدا من الأطفال وكده هوت. يعني العرض اللي ألفه وأخرجه الأستاذ عبد المنعم محمد، حتى يمكن قدم العرض ده هدية، يعني ما خدش عليه مقابل مادي يعني. فالعرض لقيته اللي هو بيناسب تطورات العصر وما بعد الثورة اللي موجودة فيها. ان هو احنا بنحاول ان هو بنقول ان احنا عايزين ثورة في تربية الاطفال، وثورة في تربيتنا، وثورة في الاخلاقيات بتاعتنا. يعني